أمام الفيصلي في مباراة التتويج، وهذه محاولة تصل الكرة على الجهة اليمنى، هذه خطرة، خطرة فابيو أبرو، فابيو أبرو من يراهنون عليه يكسب الرهان ويعطيهم نوعا من الأمان في الدقيقة 29 من زمن شوط المباراة الأول. فابيو أبرو استطاع أن يلدغ، استطاع أن يلدغ بلسعة أولى، بلدغة أولى في مرمى العين. فابيو أبرو يسجل الهدف الأول الآن، فابيو أبرو يسجل الهدف الأول ويعطي حفر الباطن خبر سار. شوف الكرة اللي بدأت من مارتن كامبانيا إلى العودة، بعد ذلك الصناعة من زكريا. فابيو أبرو سدد كرة في المرمى، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أعطيني زكريا وخذ صناعات، أعطيني زكريا وفابيو أبرو من بين الأقدام. وهذا البطل ملعوبة، فيها محاولة خلصت، عادت مرة أخرى يوسف الجبلي، مرتدة يوسف الجبلي، انفراد تام، انفراد تام، الجبلي، الجبلي يا عيني 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 يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، يخزي العين. شو هالزين، السماوي 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 السماوي، يسجل هدف ثاني 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 ثاني. الله على الكونتر اتاك، على المرتدة، على الصناعة، على الإبداع، على التألق. محمد رايحي راح 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 فيها، شوف الإبعاد من ريناتو شافيز. بعد ذلك يوسف الجبلي انفرد من نص الملعب، شوف إحساسه، شوف إحساسه، شوف نظراته، شوف كعبه، يا عيني الكعب غرام، والنهاية سحر ودلال من محمد رايحي. يا الله على إبداع السماوي، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. من صنع الهدف الأول استحق أن يسجل هدف ثاني بصناعة يوسف الجبلي. ملعوبة الكرة بالرأس، محاولة، يا سلام، ربيع السفياني يقلص الفارق الآن من ركلة الزاوية، ربيع يتابعها بنجاح، واثنين واحد تصبح النتيجة الآن. ربيع يعود، ربيع يعود بالهدف الأول ويقلص الفارق الآن، النتيجة 2-1. شوف العرضية أو الزاوية اللي كانت من جيترسون ومتابعة ربيع السفياني على القائم الثاني، يسجل هدف أول ربيع السفياني، هدف عيناوي أول يسجل ربيع السفياني ويقلص الفارق. ولا زال هناك متسع من الوقت، ولا زال عيناوي على الجهة اليمنى، عماد وموتاري بكرة، ولا أحلى في العودة للمباراة مرة أخرى. في الدقيقة 58 أمادو موتاري يسجل هدف، ولا أحلى، يسجل هدف بطريقة باغت فيها الكل، باغت فيها كومبانيا، وباغت فيها المدافعين، وباغت فيها حتى معلق المباراة. يا الله يا الله يا الله، هدف ثاني عيناوي بطريقة رائعة جدا. صعبة على الجميع هذه، يبغى لها ثلاث حراس وما يجيبوها، وما يجيبوها، صعبة 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 صعبة. تعلن عن هدف ثاني عيناوي وهو هدف التعديل، عادة المباراة هنا في ديار غامد وزهران، وهنا محاولة في منتصف الملعب، تصل الكرة على الجهة اليمنى لمصلحة فيليب رادريتش، يلعب كرة خطرة، كابوس على البيت.
في الصيف يا ربيع، يسجل هدف ثالث. العين يقلب الطاولة على الباطن، يا الله يا لها من لحظات، ويا له من يوم أسود على البطنوية من خلال هذا الهدف اللي سجله ربيع. استطاع أن يتحرك بدون كرة بنجاح. فيليب رودريتش أعطى كرة عرضية، ربيع بالقدم اليسرى يسجل هدف. ما يهم إلا أن نكون بانتصار بثلاث نقاط مهما كانت الأمور ومهما آلت الظروف. 3-2 العين يسجل 3 أهداف في شوط. ركلة جزاء يوسف الجبلي، الباطن يعود لنقطة المباراة مرة أخرى، ولا زالت هناك دقائق متبقية، ولا زالت هناك حسابات مخفية. ركلة الجزاء سجلها بنجاح يوسف الجبلي، وأصبحت الأمور هنا 3-3. قيمة كبيرة، قيمة كبيرة في المباراة، 3-3، والجنون في ملاعبنا مستمر، الجنون في ملاعبنا مستمر. 3-3، دقائق قادمة من نار بالنسبة للبطناوية، دقائق قادمة من تكون قاسية، أحيانا تكون مجحفة لحق من يلعب لها. ويوسف الجبلي يسجل الرابع للباطن، 4 للباطن، بقاء للباطن، صمود للباطن، رجال للباطن، رغبة وإصرار للباطن، حرب في أرضية الملعب على البقاء. 4-3 في آخر 5 دقائق. كيف ستكون الأمور فيما تبقى؟ كيف ستكون الأمور في الملاعب الأخرى، في الملاعب الباقية؟ لحظات فيها جنون، لحظات فيها جنون. 5 دقائق أخيرة، 5 دقائق أخيرة، 5 دقائق أخيرة، 5 دقائق أخيرة. لو تشوفون ماذا يحدث في الملعب.